من حقه هيدا ياخد وديعته هيدا ينحبس سنة 6 مليار بجيبته مؤكد انه هيدا الزلمة ما حكى قدام حدا انه شو حيعملوا اخطر البنك مرارا وتكرارا انه الزلمة عنده مصاريف معيشية والده بالمستشفى ولاده بدهم يعيشوا اشتراك كهرباء انت ادرى الناس اليوم قد ايه بده الشخص اللبناني اموال بالشهر ليعيش البنك عم يعطيه فوتات الفوتات على سعر 8000 ليرة الدولار بالبنك من عصابة المصارف النصب والاحتيال اللي سرقوا جنى عمرنا ومستقبل ولادنا نحن صرنا 3 سنين عم نلجأ للقضاء والقضاء ما عم يعمل شيء للأسف لأنه شريك مع الحرامية النصابين لذلك هيدا البطل اللي اسمه باسل الشيخ لجأ لياخد حقه بيده وقاله مصاري جوا بقلب المصرف وما عم يعطوه هني وهيدا أقل من حقوقه هيدا مش حقه هيدا أقل من حقه هيدي دولة الإجرام والفساد سرقونا مصرياتنا وعم يتنعموا فيهم هول ولاد الحرام